السلام عليكم. دلوقتي في كلام كتير في الإعلام العربي والإسرائيلي عن اتفاقية ترسيم حدود بحرية ما بين الكيان الصهيوني وبين لبنان، بس الموضوع مش بسيط ولا واضح كفاية، لأن أولا في جوانب سرية لم يتم الإفصاح عنها خلال المفاوضات ما بين الجانبين لحد دلوقتي، وثانيا حكومة لبنان عايزة تعمل اتفاقية ترسيم حدود مش اتفاقية سلام أو تطبيع، ولكن إسرائيل عايزة تلوي دراع لبنان علشان يقبل بشروطها. طيب ما تيجوا نشوف ايه اللي حصل خلال الكام يوم اللي فاتوا بحسب المصادر اللبنانية. لبنان ودولة الاحتلال الاسرائيلي دخلوا المربع الاخير في مسار التفاوض التقني غير المباشر بوساطة امريكية لترسيم الحدود البحرية، وكل التقارير بتأكد ان امريكا قدمت عرض نهائي للطرفين علشان تخلص من الصداع بتاعهم هما الاثنين. المحللين بيأكدوا ان امريكا عايزة الاتفاقية دي تتم باسرع وقت ممكن، لانها عايزة تبعت شركات التنقيب بتاعتها لسواحل لبنان طبعا علشان تلاقي بديل لأزمة الغاز الروسي، ومفيش أحسن من الغاز اللبناني اللي أصلا إسرائيل بتسرقه علني. مستغل عدم وجود اتفاقية ترسيم مع لبنان فبتبلطج عليها، ولكن أمريكا عايزة تحط نفسها في موضع المتحكم في الغاز قبالة سواحل الشام، لأن طبعا باقي مناطق غاز شرق المتوسط أمريكا ما تقدرش تقرب منها. مصر لوحدها سيطرت على أغنى حقول الغاز في المتوسط وسايبة باقي الدول تاكل في بعضها حرفيا. حقول مصر هي الأغنى بالغاز في المتوسط كله، وده مخلي تركيا واسرائيل وامريكا هيتجننوا. يعني مثلا كل الغاز اللي سيطرت عليه اسرائيل حوالي 40 تريليون ادم مكعب، لكن حقل زهر لوحده المصري حجمه 30 تريليون، واحنا لسه ما اتكلمناش عن باقي الحقول ولسه ما اكتشفناش اصلا باقي الحقول. فصباح الفل يا ريس، خليهم بقى ياكلوا في بعض. علشان كده امريكا قالت الحق اشفط الغاز بتاع لبنان قبل اسرائيل ما تسرقه كله. من الاخر شويه حراميه وبيتناوبوا على سرقه غاز لبنان للاسف. وكمان يهم امريكا ان غاز لبنان يتم استخراجه علشان ما تبقاش مصر هي المتحكم الوحيد في الغاز في منطقة شرق المتوسط، لان مصر بالنسبة لامريكا دلوقتي هي شريك مخالف او ملاوع، يعني مش ماشي في طوع امريكا وماشي بحسب مصالحه هو، حتى لو تعارضت المصالح دي مع المصالح الامريكية. العرض الامريكي لسه محدش يعرف تفاصيله، ولكن في تسريبات بتدل على وجود مناخ ايجابي من طرف الحكومة اللبنانية وانهم في طريقهم للموافقة على العرض، ولكن بعد الاتفاق مع الامريكان على بعض التعديلات، وده بحسب تصريحات نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب اللي قال انه قدم لسفيرة الولايات المتحدة في بيروت دورثي شيا التعديلات المطلوبة على العرض الامريكي، وانهم مش هيوافقوا على العرض الا بعد التعديلات. طيب افرض امريكا رفضت التعديلات دي، هل الاتفاق كده هيتلغي؟ اجابة السؤال ده نشرته وكالة الصحافة الفرنسية اللي اكدت ان التعديلات اللي طلبتها لبنان هدفها انه يصبح نص الاتفاق اكثر وضوحا وغير قابل للتأويل، يعني التعديلات مش هتأثر على بنود الاتفاق. ومن اهم الطلبات اللبنانية ان ما يكونش في اي شراكة مع اسرائيل في عمليات التنقيب في حقول النفط الجنوبية، واظن ان ده حق طبيعي جدا للبنان، لانه مش معنى اني رسمت معاك الحدود ان خلي شركاتك تنقب عندي او بالشراكة معايا. انا رسمت معاك الحدود علشان كل واحد يتصرف في املاكه زي ما هو يحب مش اكتر. لكن في المقابل الاخبار اللي جاية من تل ابيب مش مبشرة، لان الحكومة الاسرائيلية مرتبكة بسبب ان معارضين يائير لبيد بيضغطوا عليه علشان يرفض العرض الامريكي، لانهم شايفين ان العرض ده في خضوع اسرائيلي لتهديدات حزب الله اللبناني بعد تكريسه معادلة حقل كاريش لاسرائيل مقابل حقل قانا لبنان. باختصار حقل كاريش ده عبارة عن منطقة حدودية مع لبنان فيها غاز، واسرائيل بدأت تستخرج منه الغاز من غير حتى ما ترجع للبنان، وحزب الله هدد بتدمير سفن التنقيب، وطبعا اسرائيل حذرت من ان اي هجوم على كاريش هيكون معناه الحرب هتقوم، ده لو حزب الله فكر بس مجرد تفكير انه يقرب من الحقل. الظاهر بقى ان العرض الامريكي لترسيم الحدود ما بين لبنان واسرائيل في تنازلات من الجانب الاسرائيلي لمصلحة لبنان، وده مش عاجب المعارضة الاسرائيلية. ورغم ان بنود العرض الامريكي مش منشورة رسميا، ولكن الكاتب والمحلل السياسي داود غمال نقل عن مصادر لبنانية رسمية ابرز بنود الطرح الامريكي وبيلخصها في 6 نقاط. 1 الاعتراف بحدود لبنان البحرية على اساس الخط 23 وحقل قانا الجنوبي. 2 عدم توسيع الترسيم البحري لبري زي ما اسرائيل عايزة. 3 ترتيبات امنية تبدأ من نقطة بحرية تبعد على الاقل 5 كيلومتر عن البر تتولاها من الجانب اللبناني قوات اليونيفيل. 4 حصول اسرائيل على نسبة من الارباح من شركة توتال الفرنسية من حقل قانا اذا تحقق اكتشاف تجاري مشترك فيه بدون دفع لبنان لاي تعويضات لاسرائيل. 5 التزام توتال ببدء الحفر الاستكشافي في بلوك 9 لصالح لبنان. 6
تأجيل الاستخراج والنقل من حقل كريش حوالي 15 يوم بطلب من شركة انرجيان لحين إصدار الترسيم لضمان عملها في منطقة آمنة. طبعا العرض الأمريكي اشتغل على خط 23، وده بياكل من حقوق الشعب اللبناني كتير، لأن الجيش اللبناني كان مصمم على الترسيم من خط 29، ولكن رجالة حزب الله اشتغلوا على خط 23 وشايفين ان ده كده انتصار، وبيقولوا ان الترسيم ده هيحقق لهم منطقة اقتصادية خالصة مع حقل قانا وكمان منطقة أمنية عازلة. ولكن النقطة الأهم ان لبنان هيخلص من القرف بتاع إسرائيل حوالين حقل قانا، ده بحسب التفسير اللبناني، وبيقولوا ان الإسرائيليين بيقولوا ان فيها احتياطي غاز كويس وطبعا عايزين يبلطجوا عليه، يعني مش كفاية بيسرقوا الغاز اللبناني من حقل كريش، لا عايزين كمان حقل قانا. وعلى فكرة حقل قانا ده مجرد حقل افتراضي، يعني هو مش موجود في الحقيقة، هو حقل لبناني يفترض ان لبنان هتبدأ تنقب عنه بعد ترسيم الحدود. في نهاية الحلقة عايز اقول لكم ان دي في الغالب كانت وجهة النظر اللبنانية في عملية ترسيم الحدود، ويا رب تكون صح او يا رب تكون صحيحة. وفي حلقة تانية ان شاء الله بكرة هنتكلم عن الموضوع، ولكن بحسب وجهة نظري الخاصة او المحايدة. اتمنى انكم تشوفوها وتقولوا لي انتم ميالين لاي وجهة نظر اكتر، ويا ريت تقولوا لي في التعليقات ايه رأيك في بنود العرض الامريكي لترسيم الحدود ما بين الكيان الصهيوني ولبنان بحسب الاعلام اللبناني. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك يا مصر السلام.